أيضا داخل قطاع غزة تجدد القصف الإسرائيلي على بيت حانون التي تتعرض لحملة كثيفة من القصف المدفعي والقصف الجوي، لا تتوقف تقريبا لا ليل ولا نهار على نفس المواقع، على نفس المربعات، على بيت حانون، والهدف على ما يبدو تدمير هذه المدينة بالكامل. القناة 13 الإسرائيلية تنقل عن وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت قوله الليلة الماضية لمستوطني غلاف غزة إنه لا يمكن بعد هذه الحرب أن ينظر سكان غلاف غزة والكيبوتسات الموجودة في محيط غزة بعد الذي حدث بهم إلى بيت حانون وتبقى قائمة، هكذا قال بالحرف الواحد كما تنقل عنه القناة 13 الإسرائيلية، بمعنى أن هدف قصف بيت حانون هو تدميرها، تدمير المدينة، وليس لا القضاء على الأنفاق من تحتها ولا أي شيء من هذا القبيل. الهدف هو القضاء على بيت حانون كما تنقل القناة 13 الإسرائيلية عن وزير الأمن الإسرائيلي يوآف